تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى قلوبنا اشتاقت للربع، أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى قلوبنا اشتاقت للربع، منتظرينك بحسب وعودك، منتظرينك بحسب وعودك، قلت سآتي سريعا، أمين، قلت سآتي سريعا، أمين، أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى قلوبنا اشتاقت للربع، أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى قلوبنا اشتاقت للربع، منتظرينك بحسب وعودك، منتظرينك بحسب وعودك، قلت سآتي سريعا، أمين، قلت سآتي سريعا، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. سفر الرؤيا إصحاح 11 بركاته فلتكن معنا، أمين. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنه قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي لشاهدي فيتنبأان 1260 يوما لابسين مسوحا. هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، إن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج من نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل. هذان لهم السلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهم السلطان على المياه أن يحولها إلى دم، وأن يضرب الأرض بكل ضربة كلما أراد. ومتى تمم شهادتهما فالوحش الصاعد من الهوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر، حيث صلب ربنا أيضا. وينظر أناس من الشعوب والقبائل والألسنة والأمم جثتيهما 3 أيام ونصفا، ولا يدعون جثتيهما توضعان في قبور، ويشمد بهما الساكنون على الأرض ويتهللون ويرسلون هدايا بعضهم لبعض، لأن هذين النبيين كان قد عذب الساكنين على الأرض. ثم بعد 3 أيام والنصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هنا. فصعد إلى السماء في السحابة، ونظرهما أعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فسقط عشر المدينة، وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، وصار الباقون في رعبة، وأعطوا مجدا لإله السماء. الويل الثاني مضى، وهو ذا الويل الثالث يأتي، أمين. تعالى أيها الرب يسوع، والصبح لإلهنا دائما أبديا، أمين. أهلا بكم في برنامج الوقت قريب، وأنا عارف أن سفر الرؤيا صعب شوية، عشان كده بحاول ألم الماضي مع الحاضر في كل مرة علشان يبقى الذهن بتاعكم حاضر معاه. قلت إن سفر الرؤيا ينقسم 3 أقسام: الإصحاح الأول مكان،
وكلمة مكان يعني الماضي، وده بيتكلم على المسيح في وسط المناير أي الكنائس السبعة. الإصحاح الثاني والثالث ما هو كائن، تاريخ الكنيسة والسبع كنائس. أما من الرابع لغاية 22 ما لابد أن يكون، فقلت إن يتكون من سبع ختوم وسبع أبواق وسبع جامات. فهمني؟ سبع ختوم، سبع أبواق، سبع جامات. الختوم هي الأبواق، هي الجامات. طيب ختم يعني اعتماد، ربنا هيعتمد غضبه على العالم. بوق إعلان الغضب، الجام إيقاع الغضب، لأن أي قانون دينونة لازم يمر بثلاث مراحل. يعني مثلا لو الدولة، بضرب المثل مرتين اهو، لو الدولة عايزة تعمل قانون بيقعدوا القضاة ويرتبوا ويحطوا القانون في التشريع ويعرض على مجلس الأمة ويختموا الرئيس. بمجرد ما ختموا الرئيس هذه الختوم، اعتمدوا. طب يا ترى لما اعتمدوا الرئيس يعمل بيه؟ قال لك لا، لازم يعلنوه لمدة شهرين في الجرائد الرسمية. يعني من بعد الختوم الأبواق إعلان، لأن لو عملوا بيه من غير ما الناس تعرف، طب وانت كنت قلت لي قبل كده، بعد الشهرين يبتدى يطبق القانون. بالضبط، ربنا في الختوم يعلن غضبه، يعتمد غضبه. في الختوم السبعة يعتمد غضبه، في الأبواق السبعة يعلن غضبه، في الجامات السبعة ينفذ غضب. بين الختم السادس والختم السابع بينهم حاجة اسمها ما بين خط، ما بين قوسين. ليه؟ كأن الغضب ربنا عارف انه صعب، فمش عايز كل حاجة يدينا راحة. فمثلا لما نيجي نقول الختوم الستة كانت في الإصحاح ستة، والختم السابع في تمانية، يبقى بين ستة وتمانية السابع، ده ما بين قوسين، لما بيقول له نختم عبيد إلهنا من كل صبت. طيب لما اتفتح الختم السابع لقينا فيه سبع أبواق، بوقوا الستة، وبعدين كان لازم تكون استراحة. الاستراحة دي ما بين قوسين، إصحاح عشرة اللي شرحناها المرة اللي فاتت، وإصحاح 11 من 1 ل 14، وبعد كده يجي آخر بوق اللي هو البوق السابع. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن إن الرعود اللي اتكلمت السبعة، واتكلمنا عن السفر الصغير، واتكلمنا على النبوات عن الأمم. النهاردة في إصحاح 11 هيتكلم عن أرض إسرائيل، عن أرض إسرائيل. فبيقول إيه؟ ثم أعطيت قصبة شبه عصا. قصبة شبه عصا، عارف لما تروح لأورشليم السمائية يقول لك أعطيت قصبة من ذهب. في فرق بين أورشليم الأرضية وأورشليم السمائية. القصبة والقياس يعني الملكية، لما واحد يروح يقيس مكان يعني علشان هياخده هيمتلكه، لان انا هقيس حاجة ما هيش ملكي، ما هيش انا خدتها. فبيقول اعطيته بقصبة شبه عصا، طبعا ده رمزي. مين اللي اعطي القصبة؟ يوحنا الحبيب. ووقف الملاك قائلا لي قم وقيس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. ايه معنى كلمة قم وقيس هيكل الله؟ يعني العبادة اليهودية ما زالت موجودة، يعني الهيكل هيتبني، بس الهيكل لما هيتبني هيبقى في الهيكل نوعيتين من الشعب، نوعية عبادات مرئية ونوعية عبادات حقيقية. الساجدين فيه دول اللي اتقال في إصحاح 7 اللي المختارين 12,000 من كل سبط من الأسباط ال 12، عشان كده بيقولوا قيس، يعني حدد ملكية اللي هم المؤمنين الحقيقيين. المؤمنين المرائين قال له ايه؟
أما الدار التي هي خارج الهيكل يعني المؤمنين بالإثم اللي لهم صورة التقوى وينكروا فعلها، اطرحها خارجا ولا تقسها. الرب يريد في وسط الغضب أن يؤمن أحباؤه من بني إسرائيل، أن يؤمن أحباؤه. الأحباء دول اسمهم المختارين، عشان كده المسيح يسوع في متى 24 قال لو لم تقصر تلك الأيام لا يخلص جسد، لكن من أجل المختارين، المختارين من إسرائيل تكسر تلك الأيام، بدل 7 سنين تبقى 42 شهر، 3 سنين ونص، 1260 يوم. فبيتكلم عن أن أنت اعمل حماية لدول زي الحماية اللي كانت معمولة للـ7000 رجل الذي لم يحنوا ركبة لبعل، لكن دول الذين أحنوا ركبهم في المسيح. أدي معنى كلمة قس هيكل الله، المذبح يعني اللي بيؤمنوا بالذبيحة، اللي بيؤمنوا بالخلاص، اللي بدأت عينيهم تتفتح على المسيح، والساجدين فيها اللي قبلوه. وبعدين بيقول الدار الخارجية اطرحها خارجا ولا تقسها. ليه؟ لأنها قد أعطيت للأمم. خلي بالك، الوحش الروماني خارج من أوروبا، وده ليه صحاح كامل هنتكلم ما بين الوحش والنبي الكذاب، صحاح 13. النبي الكذاب خارج من إسرائيل، اتحدوا مع بعض، تالتهم الشيطان. ايه اللي خلى إسرائيل تتحد مع الوحش؟ لأن أمنية قلبهم أن يبنوا الهيكل لغاية الوقت. يا سلام، أي رئيس دولة عايز، يعني لما جالهم اللي خلالهم العاصمة أورشليم كانوا عايزين يشيلوه على رأسهم، اللي تشال كم وكم لما يجي الوحش يقولهم أنا هبني لكم الهيكل. فلما هيبني لهم الهيكل هيجي النبي الكذاب يتحد بيه ويبنوا الهيكل. المؤمنين الحقيقيين هيدخلوا ويسجدوا فرحانين بربنا، ونشكرك يا رب انك رجعت لنا عبادتك وكله. لكن يجي في وسط المدة النبي الكذاب يوصف للوحش ان فيش حاجة اسمها الله، تبقى انت الله، وانا هاخد تمثال ليك واعمله في الهيكل، وخلي صورة التمثال تتكلم، يعني يعمل معجزات، واللي ما يسجدش ليك يباد. فالوحش هينقض في نص المدة ان مفيش حاجة اسمها عبادة يهوى، العبادة في الهيكل اللي بنيته لكم يكون لي انا مش ليهوى. اليهود الحقيقيين المؤمنين الحقيقيين حافظين الآية لا يكن لك إلى آخر أمان، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فهيقلب عليهم، هيقلب عليهم وهيدوس المدينة، وكلمة يدوس المدينة يعني يستلم المدينة بالكامل. آدي معنى كلمة سيدوسون المدينة المقدسة. 42 شهر، 42 شهر يعني 1260 يوم، يعني 3 سنين ونص، دول هيبهدلوا فيهم المؤمنين الحقيقيين اللي ربنا اختارهم، اللي مالهمش السماء على جباههم. 666 ادي معنى كلمة. هيظهر شاهدين. الحقيقة كلمة الشاهدين دي اختلفوا فيها المفسرين. وبعدين الشاهدين ممكن يكون تعبير رمزي، مش شرط يكونوا 2-2، يعني هتظهر مجموعتين، مجموعة تنادي بالناموس وتقرأ الناموس وتفسر الناموس تبع موسى، ومجموعة تفسر الأنبياء زي إيليا. الشاهدين دول اللي هيشهدوا، هيشهدوا أمام على طول رب الأرض، يعني هيشهدوا للمسيح، هيبتدوا يقولوا للناس إن المسيح اللي انتوا صلبتوه هو ده المسيح الحقيقي. هتنضم لهم ناس،
وهيكونوا قوة، والقوة اللي هيكونوها الشاهدين دول هيقف ضدهم الوحش، يبقى أصبحت مجموعة تبع الحق يرمز إليها بالشاهدين، ومجموعة تبع الباطل يرمز إليها بالنبي الكذاب والوحش اللي هيصنع معهم حرب. إيه هو عمل الشاهدين؟ بيقول سأعطي لشهدي فيتنبأان. يعني يتنبأ يعني الروح القدس هيتكلم على لسانهم، هيخليهم يرفعوا البرقع من على عيون إسرائيل لكي يروا المسيح. دي اللي فيها اللي هيشوفوه هتتفتح عينيهم ويبكوا عليه كما تبكي أم على وحيدها، ويقولوا نحن قد حسبناه مهانا ومضروبا ومصابا من الله، ما كناش نعرف انه مجروح لاجل معاصينا ومسحوق لاجل اثامنا. فدول الشاهدين اللي هيتنبؤوا. خلي بالكم، فبيقول المدينه مدوسه 42 شهر، يعني اللي هي 3 سنين ونص، لكن الشاهدين ما قالش يتنبؤوا 42 شهر، 1260 يوم. يعني مش بيتكلموا بالشهور، مش هيتكلموا 42 مرة، لا ده هيتكلموا 1260 مرة. يعني هيجيلوا يخبروا بخلاص المسيح لليهود، هينادولهم، هيقولوا زي ما قالت عروس النشيد: ارجعي ارجعي يا شلميس فننظر إليكي. هيفكروهم إذا كنتوا عايزين الأمان آمنوا، آمنوا تأمنوا. هيعلنوا لهم ان هو ده المخلص الحقيقي. 1260 يوم، بس خلي بالكم لابسين مسوحا، يعني مش فرحانين، مع ان اللي بيبشر بيبشر ببشارة فرح، لكن دول لابسين مسوح لان خزيانين انهم صلبوا ملكهم. قالهم المخلص فضلوا عليه برباس، عرفوا المصيبة اللي عملوها، زي ما إخوات يوسف لما قال لهم رأوبين، قال الآن يطلب منكم دم يوسف أخوكم، لما ترجهنا، لما استرحمنا ولم نرحمه، ما رضناش نرحمه. ففي هذه الضيقة يظهر لهم يوسف يقول لهم أنا يوسف، وهم لابسين المسوح بيبكوا بالدموع. بطرس في بداية يوم 50 بعض اليهود نخسوا في قلوبهم وقال لهم أيها الرجال ماذا نفعل؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم. دول الشاهدين، سواء كانوا شخصين أو مجموعات من الأشخاص، هما هذان الزيتونتان. الشاهدين دول رمز ايه؟ زيتونتان ومنارتان. زيتونة يعني الزيت ابتدى يطلع منها، يعني الروح القدس ابتدى يملاها وابتدت تنور. زيتونة ومنارة، مش واحد زيتونة وواحد منارة، لا زيتونتان ومنارتان. يعني احنا لما نتملي بالروح القدس السرج بتاعتنا تنور. مش فاكرين الجاهلات؟ قال له اعطنا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. إسرائيل فركها الروح القدس لما قالوا عنه أنه ببعل زبول يخرج الشياطين، ومش هيرجع لها غير في الضيقة العظيمة عشان يفتح عينيها. الزيتونتان دول هيتكلموا لليهود بعمل الروح القدس، وإن كان أحد يريد أن يأذيهما تخرج نار من فمها وتأكل أعدائهما. تخرج نار وتأكل أعدائهم إزاي؟ فاكرين إيليا لما جاء قال له الملك بيقول لك يا رجل الله، وانت عارف أنا رجل الله، طب إذا كنت رجل الله تنزل نار من السماء وتأكلك، لأن عهد الناموس يتعامل بالنار، يتعامل بالقوة، تاكلك انت والخمسين اللي معاك. قال واحد تاني قال له يا رجل الله، قال له تنزل نار وتاكلك انت والخمسين اللي معاك. وده الطلب اللي طلبه يوحنا ويعقوب من المسيح لما السامرة قفلت البيبان في وشه،
قالوا له اعمل زي إيليا، نزل نار تأكل المدينة، الناس تعمل لك ألف حساب. لستما تعلمان من أي روح أنتما؟ ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص. ده مش وقت الهلاك، وقت الهلاك جاي في الضيقة العظيمة، جاي يوم غضب الخروف، من يستطيع الوقوف؟ لكن دول هيبتدي في بداية خدمتهم في زمن الضيقة العظيمة، محدش يقدر يأذيهم. ليه؟ لأن لم تأتي ساعتهم بعد. في ناس هيحاولوا يأذوهم، تطلع نار بكلمة منهم، تطلع نار تاكلهم. وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل، يقتل. يعني واحد يجي لهم عايز يأذيهم بكلمة منهم زي ما عمل إيليا، تطلع نار تحرق. وإن حب كان حد بيفكر في بيته أن يؤذيه يموت في الحال، يقتل. هزانا لهم من الزيتونتان، حب يورينا في الرمز مين هم. نمرة واحد، لهم سلطان أن يغلق السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما. مين اللي أغلق السماء وما مطرتش في أيام النبوة بتاعته؟ إيليا. وعلى فكرة قال لا تمطر السماء 3 سنين و6 شهور، يعني 3 سنين ونص. ده إيليا اللي قالها أيام أخاب وإيزابل. طيب ده الأولاني. والتاني، لهما سلطان على المياه أن يحولوها إلى دم. مين اللي ليه سلطان حول المية لدم؟ موسى. يبقى واحد رمز الموسى والتاني رمز الإيليا. ده في حاجة تانية، لو رحت الملاخي صح 4 آية 4 و5 آخر إصحاح في كتاب العهد القديم، قال لهم أذكروا شريعة موسى عبدي. ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم. يعني جاب موسى وجاب إلي. أيضا في التجلي ظهر موسى وظهر إلي. في بعض التفسيرات عندنا في الكنيسة الأرثوذكسية بيقولوا إن اللي هيجي أخنوخ وإلي، بس دول بنوا رأيهم على حاجة. إيه هي؟ قال لإني لو جه موسى وإلي زي ما موجود في الرؤية، موسى مات يبقى يموت مرة تاني، والكتاب يقول قد وضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة. طب وماله؟ طب لعازر قام من الأموات ومات تاني، ابن أرملة نايين قام من الأموات ومات تاني، ابنة تيروس قامت من الأموات ومات التاني، ابن أرملة صرفة صيدون قام من الأموات ورجع مات، ابن الشنامية قام من الأموات ومات. لكن هنا نلاحظ أن سواء كان هذا أو كان ذاك، لأن دي تنبؤات، لكن أنا في اعتقاد الخاص أني لهو موسى ولا إلي هتظهر مجموعة تمثل موسى في توضيح الشريعة، وهتظهر مجموعة تمثل إلي في توضيح النبوات. لأن كان موسى وضع الشريعة فإلي وضع النبوات. أدي معنى كلمة ولهم سلطان على المياه أن يحولها للدم وأن يضرب الأرض أرض إسرائيل بكل ضربات كل ما أراد. يعني عشان يبينوا، ما لازم تكون في إيدهم معجزات يبينوا أن رسالتهم صح، هذه الآيات تتبع المؤمنين. الآيات بتاعتهم مش شفاء ولكن آيات ضربات. ومتى تمم شهادتهم؟ ربنا بيسيب الإنسان لغاية ما يكمل رسالته. فالوحش الصاعد من الهاوية سيصنع معهما حربا ويغلبهما ويقتلهما. إزاي بعد الروح القدس ما امتلكهم الوحش يغلبهم؟ دي اللي هنتقابل بيها المرة القادمة إن أحب الرب وعشنا. الله يبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان، له كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.